وهو في طريقه للقاهرة النهاردة بيبدي سعادته وتحدث مع بعض وسائل الإعلام في بلاده وطالب جماهير النادي الأهلي العاشقة تحلي بالصبر عليه علشان يقدر يقدم فكره وخبراته مع الفريق. وكمان طبعا شكر كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ووجه رسالة للجماهير عن طريق قناته، هو لسه في المطار، هنروح نشوف اللي قاله ونرجع تاني. أنا أستعد لركوب الطائرة في طريقي للانضمام إلى نادي القرن في أفريقيا، هو حلم كبير بالنسبة لي وأنا متحمس بشدة لمقابلة جمهور الأهلي المتحمس، الجماهير التي سكنت قلبي واستحقت احترامي خلال مواجهاتنا السابقة. الأهلي هو أعظم نادي في العالم وجماهيره هي الأفضل. أنا أعرف حماسكم لناديكم وأنا أثق في دعمكم لي لتحقيق أحلامنا معا. أنتم الدرع والسيف، أنا أراهن عليكم وأراهن على تاريخ النادي العريق وأراهن على الإدارة المحترمة المحترفة. نحن في هذا معا حتى يكون الأهلي دائما في القمة. الأهلي سيبقى رقم واحد بفضل دعمكم المستمر. نحن معا في السراء والضراء، الأهلي فوق الجميع. طبعا كلام مهم جدا، زي يعني رسالة لكل الجماهير بيوجه فيها طبعا تحياته لجمهور النادي الأهلي اللي هو عارف قيمته وعارف طبيعي. أنه بالملايين وتحس في الخبر والفيديو أنه كمان هو داخل كمان على مسؤولية وداخل على تشالنج كبير عارفها. جدا طبعا انت يعني هو مدرب كبير وعنده خبرات أفريقية، لكن كمان عنده تشالنج، وهو من خلال الرسالة دي عارف ومتأكد أن كمان الجماهير النادي الأهلي هي الداعم الأساسي ده. من خلال حتى الفيديو لاحظنا أنه هو طبعا محتاج السبورت دوت بشكل كبير جدا. اي مدير فني بيجي جديد لنادي كبير زي النادي الاهلي اكيد بيحتاج السبورت بالنسبه للجماهير، محتاج الثقه، محتاج الثقه في نفسه وفي جهازه الفني.